أهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر الجزيرة مباشر. نحن هنا على شاطئ بحر النصيرات في المحافظة الوسطى، نرصد لكم شباك الصيد وكيف يخرجه الصيادون من البحر وما حصلوا عليه من صيد في هذا اليوم، كما ترصد لكم الصورة. أنواع متعددة من الأسماك يخرجها البحر رغم الصعوبات الكبيرة التي يعاني منها الصيادين في ظل ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من ملاحقة للصيادين. يعني هذه الكمية تعتبر لا شيء بالنسبة إلى ما كانوا يحصلون عليه من البحر، لكن نظرا للمسافة القليلة جدا لا يستطيعون الحصول على كميات كافية. نتحدث مع أحد الصيادين. احكي لنا عن الوضع. الوضع ما انت شايف، الوضع صعب كثير على اهل قطاع غزه كامل من السلك للسلك. يعني نحكي عن الصيد. الصيد يعني ما انت شايف، بخش الصيادين وبطبطخ علينا كل يوم. يعني يلا بخش ابو 100 متر وبطبطخ علينا. ما انت شايف الوضع صعب على الاخر يعني، والناس ما حاش مصاري الله يعينها. يعني الوضع صعب، ويعني والبحر بالنسبه لقصه البحر ابزاك. يعني اليوم بنصيد 10 بنصيدش، يعني تسهيل، وان شاء الله بتحل وكل واحد بيرجع على بلاده وان شاء الله بحل الصيد. قديش لكم بتجهزوا عشان تطلعوا الشبك؟ يعني ساعة، بدنا ساعة لما نطلعها. طلعتوا بس الكمية هذه؟ لا طلعنا، يعني بنطلع 10 كيلو 20 كيلو، اوقات بنطلع 2 كيلو، اوقات ما بنطلعش ولا شيء، يعني تسهيل الشغل. الآن بالمقارنة بين قبل الحرب وبعد الحرب، كيف بنقدر نقارن؟ لا والله قبل الحرب كان ما شاء الله الوضع كان ممتاز، وكان في صيد، وكان الاسعار في متناول الايادي. يعني الكل الكيلو لما يكون ب 25 وب 30 بنحسبه للناس، ب 20 بنحسبه، ب 15 يعني بنراعي الناس. لانه كيف اقبال الناس على السمك؟ والله ممتاز، يعني اقبال الناس على السمك احسن من الدجاج والجناحين واللحوم والامور الثانيه. ليش؟ لانه الدجاج يعني بدل ما يشتري الدجاجة ب50 شيكل ولا ب60 شيكل الدجاجة، بيشتري 2-3 كيلو سمك بطعم العيلة بالسمك. سمك طازة يعني، شوف في ايدك يعني كله بتحرك. يعني الحين طلع لسه، وانا الحمد لله بنتساهل مع الناس وش عارفين كيف الوضع على الكل، وان شاء الله بتحل والكل واحد بيرجع منطقته وبتكون الامور ممتازة. يعني احنا عندنا منطقة الشمال شوي، يعني الصيد الاقبال على الصيد احسن من المناطق هذه عشان فيها صخور. المنطقة هذيك يعني بعد واد غزة، المنطقة هذيك ممتازة للصيد. بس بتقدروش تروحوا عليها؟ بنقدرش، لانه والله اسمع معاناة. يعني الصبح الطفادات اللي جوا البحر بتخن علينا، يعني الشغلة برضه فيها مخاطرة. مخاطرة كبيرة، بس أبزاق. يعني الناس لما بتجوب الشبكة حوالي 10 ولا 15 نفر على الشبتين على الحبلين. يعني كل واحد يلا يعني لما بيطلع له 20-30 شيكل يومية، يعني بمشي حاله أحسن من القعدة. هيك حكيتها، وربنا يفرجها لنا وعليك. وش بدي أقول لك؟ مسك بالخير يا ريس. هلا يا معلم، الله يعطيك الصحة. عافيك، هلا وسهلا. شايفينك هيك مبتسم، كيف الوضع؟ الحمد لله ماشي الحمد لله رب العالمين. هذا ايش نوع السمك؟ سردينه، سلطعين، طرخونه، قمعور، اللي هو بوري صغير. بس قبل الحرب كان الصيد اكثر؟ كان اكثر قبل الحرب، وكان ارخص كمان. هذا كنا نبيعها 2 ب 100 2 ب 10 شيكل، الحين الكيلو ب 25 وب 30. طب ليش الغلاء في الاسعار؟ لانه الشبكة هذه كنا قبل الحرب يعني لما بدها تنمزع نشتري كفلة الخطان ب7 شيكل، الحين ب80 و90 شيكل الكفلة. لفة الغزل هذه صارت الطاق 10 و15، عشان هيك كل اشي بغلى. هي الأزمة مركبة. صحيح، على الجميع، على الكل تجار. قبل الحرب زي هالوقت هذا بتكون مطلع لك اقل شيء 100 كيلو. والله هو قبل الحرب صحيح، لانه بلاد غاد اللي هي من بعد الواد هذه، البلاد غاد بلاد رزق زي ما بقولوها.
يعني الحمد لله رب العالمين. غاد الخيط اذا بتحطه مش اقل من 100 كيلو بتطلع فيه. هنا زي ما بقولها اقرا اقرا. يعني بما انكم فاهمين البحر وزي ما بقولوها ابناء البحر من زمان، ايش سر انه المناطق الشماليه فيها سمك اكثر؟ والله هي هوا انا ما بعرفش كيف، بس هم بقولوا يعني غاد هو الحدود وما الحدود والسمك عايش غاد، وبتجينا مع زي ما بيقولوا ريح شمالي بزقها علينا بتصلش لهينا، كلها يعني بتقدر تقول من واد غزة واطلع لغاد، يعني الرزق غاد. الرزق غاد بتقدرش تروح؟ لا لا اعوذ بالله. الدبابات هين وين نروح؟ الدبابات موجودات وما صيادين كثير غاد، والطرادات بتعانوا معهن. والله يا شيخ انه يوم 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 بحضر شغل الشباب جوا لما يخشوا بحضر، وكل القصة بحضر بحضر. يعني لو بدك الصبح كان يطخ عليهم ومبارح طخ وفي الليل بطخ، وين ما يشوف صيادين بطخ عليهم. يعني مشاهدينا الكرام، هذه الصعوبات والمعاناة التي يعيشها أصحاب مهنة الصيد هنا رغم كثرتهم في قطاع غزة الذي يعتبر منطقة ساحلية وبها عدد كبير من الصيادين. هنا يتأهبون لركوب البحر، يؤدي هذا الصياد صلاة الظهر تأهبا للدخول إلى البحر. إيش بتسوي؟ نجرف. شو يعني بتجرف؟ صيد سمك. أنتوا الآن بتصيدوا في شبكة جوا عم تسحبوها؟ طب إيش التوقعات بالنسبة للكمية؟ حسب ربنا أرزاق. في صعوبات بتواجهوها في الصيد بشكل عام؟ الناس، والله الناس بتسبح طفش السمك. طفش السمك؟ نعم. يعني تتعدد مشاهدينا الكرام معاناة المواطنين هنا، ويقول إن الناس لأن البحر مفتوح على مصراعيه هنا تجد أن الناس يسبحون بجوار شبكات الصيد، وبالتالي يقومون بإخافة الأسماك وبالتالي تهرب هذه الأسماك. هناك بعض الصيادين مشاهدينا الكرام على هذا الجانب وعلى هذا الجانب أيضا، يعني نشاهد صيادين يدخلون إلى البحر بما تسمى بحسكاتهم الصغيرة. يقوم هؤلاء الشبان بسحب شباك الصيد، وهنا يقومون بتجهيز الحبال. ايش بتعمل يا خان؟ والله بطر حبال. ايش يعني؟ يعني عشان الواحد يقدر يصفين كويس. بتنظفها من الرمل؟ زي هيك. يقوم بتنظيف الحبال من الرمال من اجل تسهيل سحب هذه الحبال، وهي حبال شبكات الصيد. يعني هي عملية معقدة مشاهدينا الكرام. كانت هذه العملية سهلة في الأيام ما قبل العدوان، لكن بدت العودة إلى الأدوات البدائية في الصيد بسبب إطلاق النار من قبل زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض البحر على أكثر من جهة. الله يعطيك الصحة يا حاج. فيك الله بعافيك. إيش الوضع؟ الحمد لله على كل حال. صياد انت؟ والله لسه 7 سنين 8 سنين مع الشباب، بس السنه اللي فاتت ما كنتش، كنت في الصغير كنت شغال. طب وكيف الوضع هنا؟ والله تعبان. يا دوب الواحد بيطلع له، يعني مثلا الاسبوع اللي فات 4-5 مرات نسرح ما فيش 10 شيكل في اليوم. وضع تعبان. اليوم يعني نوعا ما الحمد لله احسن. هو قبل الحرب كانت الامور افضل. بس ما كناش احنا هنا، فين كان شغلنا من الجسر وشمال شوي. هناك في رزق اكثر. لانه هناك في زي ما تقول في السمك بتغرى بالمي العكره، المي الوسخه شوي، انها بتتغذى على الاكل والفضلات والحاجات السامه، يعني افضل. بس الواحد ما بيقدرش، لانه انت شايف كل يوم بقتلوا ناس هناك، ما بيقدرش الواحد يخاطر انه يروح هناك، مش مستاهل. يعني الواحد وراه اولاد وانت عارف، يعني ماشي كل الاماكن خطر، بس الحمد لله شيء افضل من شيء. ربنا يعطيك الصحه. الله يعطيك العافيه وآية الرزق إن شاء الله. يعني مشاهدينا الكرام، هكذا تجري في هذا الميدان إن صح التعبير كما تتجول لكم الصورة.
بهذه الطرق تجري عملية الصيد هنا. ربما هذه الطريقة لم تكن قبل هذا العدوان، لكنهم اضطروا إليها لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار على الزوارق التي تعمل بالمولدات، هي سريعة وتخفف الضغط والأحمال. يقومون بهنا هذه مرحلة ترتيب الشباك من أجل إعادته إلى البحر، ومن ثم يقومون بسحبه. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله، إيش بتعمله؟ والله زي ما أنت شايف أشوفت عينك سيادة. هذه بترتبوا الشبك أنتو؟ صحيح، ترتيب الشبك عشان نمد الخيط اللي بعد هذا إن شاء الله. يعني عندك ترجع الشبك على البحر؟ إن شاء الله، أية رزق إن شاء الله. تباعا مشاهدينا الكرام، سنكون معكم عبر الجزيرة مباشر لننقل لكم تداعيات الحرب على قطاع غزة، على كل الفئات والمجالات في قطاع غزة، ومنها مجال الصيد، وما أدت إليه الحرب من معاناة انعكست على الصيادين، والخطورات التي والمخاطر الكبيرة التي يعيشونها. من شاطئ بحر النصيرات وسط قطاع غزة للجزيرة مباشر، أشرف السراج.